رحام حالك شوي، كلك لو لقمة بس. أكو ابني، ابني الملقوح بالفرشة قدامي، مو قدران أعمل له شيء. بي على قامتي إن شاء الله. يا ريت أنا اللي محله بالفرشة ولا هو. مستعدة أقطع من لحمي وأعطي بس يرجع يوقف على رجليه مثل الأول. يا رب يا رب، دخيلك خذ من عمري وأعطي. دخيلك يا رب، دخيلك خذ من عمري وأعطي. دخيلك. طول بالك يا رشاد، مو ناقصني أنت كمان يصير لك شيء، بكفيني واحد إن شاء الله. كون لك مو قدران، لك مو. جيبي لي شربة مي، جيبي لي شربة مي. أي الله على العين. دخيلك يا رب اشفيلي يا دخيلك، دخيلك اشفيلي يا رب. لك لا تورجيني شيء اكرهه فيه، دخيلك يا ربي. شغل مثل ما بدك يا بني، مثل ما بدك عم تساوي. ما شاء الله بيعيش بك. بس وينه هذا، وينه هذا ابو سليم المرابع؟ لك وينك يا ابو سليم؟ ناقصني هاد كمان. وينك يا مرابع يا بطيخ؟ ليكو ليكو بيان. حاتي حاتي تعال هون شوف، تعال. شو ما شفتي وقت اجيت؟ شو ضاربك العمى؟ لك ما شفتي وقت اجيت؟ لك بتركض ركض لعند مني فهمان؟ شفتك شفتك يا بيك، بس والله شعلت بي الدنيا، والله يدواك اللي دايقه. حبيبي هي بده يشتغل عندي هون، بده يكون عندها. شو هي شارد ما شارد؟ مو عاجبك الشغل؟ تركه وامشي، في ألف واحد بدالك برابع، فهمت؟ لا لا عاجبني، انت بتعرفني انا عندها دائما، بس والله يا بيك عندي ظرف صعب بحياتي. ما بتهمني ظروفك كلها، ما بتهمني كلها ظروفك، كلها كبه زبالة. انا وقت بدي اياك تجي لعندي، بدي اياك تفتح مخك، عم بدفع لك مصاري، عم بدفع لك مصاري، عم تفهم؟ عم بفهم عم بفهم، لا حول ولا قوة الا بالله، ما عاد تنعاد، ما عاد تنعاد. ماشي، روح لمرتك، خليها تساوي لنا كاستين شاي وهيك شي جاط فواكه، لقينا شي قعدة نقعدها، يلا. حاضر يا بيك حاضر. روح يا بيك روح. روح الله يخلي لنا اياها. شو هالمرابعين هدول؟ روح لعندك روح. ابتهال يا ابتهال يا امو، لحقيني يا امو. شوفي شبيك من عمي، حاول ما بتخسر شيء، اضرب الطينة بهالحيط، يا بتلزق يا ما بتلزق. لك اكيد ما رح تلزق، لك انا هذا بعرفه، صار لي حصة عم بيشتغل عنده. لك هذا متجبر متكبر، ما بيعمل خير ابنه. لك جرب، مالك خسران شي مشان ابنك، يعني هو معه مصاري كتير وبيعرف عالم خير الله، يعني معقولة ما يعمل خير ويكب البحر؟ خلاص إذا مشان ابني هاتي لأله. يا رب الله. اسمح لي اقعد يا بي. عود انضرب عود. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا بي، خجلان منك. الشكوى غير الله مزل، بس مضطر يا بي، انا ابني ضعفان وما خليت حكيم بالشام الا ما اخذته لعنده، ودفعت ما فوقي تحتي كل اللي كنت اخذه منك اجره، ادفعه اجره حكم على ابني. اخر حكيم اخذته لعنده قال لي هذا لازم تاخذه على اسطنبول، وان شاء الله هنيك الله بيشفي لك. انا من بدي اخذه على اسطنبول، ما معي ولا قرش، ما بركي بتساعدني بكم قرش لحتى اخذه على اسطنبول، ووقت برجع باذن الله برجع لك ياهم من شغلي. ولك انتو ما بتبطلوا كارش حادي؟ قاعد عم تشحد على ابنها. روح انقلع مخرتي، انقلع مخرتي، روح شوف الفلاحين شو عم يسوي. يلا أمرك يا بي. شو الناس هي؟ أمرك بسم الله ونعم الوكيل. شو الناس هي؟ الفقير ماله غير الله، الفقير ماله غير الله، الفقير ماله غير الله. عجبك يا برها؟ كان ناقصني شحادين أنا. لك ما حدا بيغبر على سرمايتك يا بي، بس إجانا خبر هلا قال بدهم إياك بالبيت ضروري. أو خير مالهم بالعادة، شو في؟ والله ما عرفت. يا لطيف قوم شوف. يا درية يا ابتهال، لك وينكم؟ درية خانم.
خير خير، شوفي بعتي وراي ولا شغلتي بالي. دخيلك الحمد. ابتهال مدري شو صار له، لا من تمه ولا من كمه. ابتهال وين هلا؟ فوق بالغرفة. يلا طيب نشوف. يابي يابي ابتهال، ردي علي يابي ردي. لك شو بهالبنت؟ مثل ما لك شايف، لا من تمه ولا من كمه، مشان الله روح جيب حكيم. ايه اكيد لازم نجيب حكيم، شو الحكيات؟ ما في غيره الحكيم شوكة. ابتهال يا نور عيوني ردي علي يا ابو، مشان الله ردي علي. ابتهال يا محمد ان شاء الله. يا ابو يا يلا يا رب عليها العافيه يا رب. دخيلك يا حكيم طمني، بنتي فيها شيء؟ والله يا بيك بنتك كثير تعبانه، وانا ما رضيت احكي فوق مشان ما تسمع الخانم او تسمع ابتهال. ما فهمت شو يعني؟ يعني هلا بدنا نستنى شوي لنشوف شو النتيجه. هلا هيك انت خوفتني كثير حكيم، ها خوفتني كثير. يعني شو اللي صاير مع بنتي؟ فهمني يا بيك. يا بيك هلا بدنا نستنى لانه ما طالع بايدنا شيء. يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. طول بالك طول بالك وصلي على النبي ان شاء الله بصير خير. صلي وسلم بارك عليه. طول بالك يا بيك طول بالك. يا رب يا رب مالي غيرك مالي غيرك يا رب. بصراحة يا بيك وضع بنتك ما منيح بنوب. شلون يعني مو منيح؟ احكي حكيم بعد وقع لي قلبي. والله ما إلك غير تسلمها لله. اسمع حكيم، أنا عندي مصاري خيرات الله مستعد ابعتها على اسطنبول على اي بلد، المهم انه ترجع بنتي وتشفى. يا بيك بنتك ما لها علاج، فادعي لله انه يشفيها. حكيم مشان الله احكي غير هالحكي. انا عم بحكي لك عن مرض بنتك، انا هلا رح بكتب لها على دواء وان شاء الله بخفف من الالام، بس الله الشافي، فادعي لها انه الله يشفيها. معقول معقول بنت مثل الورده بيوم وليله تمرض وتدبال؟ يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قولي على قامتي، شو يعني هذا الحكي؟ البنت رح تروح من إيدينا؟ والله ما بعرف يا ابتهال، الحكيم هيك قال لي، بنتنا ما لها علاج، مرضها صعب. هذا الحكيم كذاب، لا تصدقه، خذها لعند حكيم تاني، خذها على اسطنبول عالجها، المهم بنتي تطيب. هلا عرفت، هلا عرفت ليش هيك صار مع بنتي ابتهال. وين رايح وتاركني؟ أبو سليم مشان الله سامحني، مشان الله سامحني، أنا قصرت معك، سيك هدول المصاري، روح داوي ابنك، عمل له عملية، ابعته على اسطنبول، ولك أنا بتكفل فيه بكل شيء، شو بدك أنا جاهز بسيك؟ رجع مصاريك يا بيك، رجع مصاريك. مش الحال، عاد له لزوم. شو يعني مش الحال؟ يعني دبرت حالك يعني وما عاد لازمك المصاري؟ بس معلش خذهم، لك خذهم اصرفهم على بيتك، على أولادك، اصرفهم على ابنك، شو بده أدوية جيب له، سيك. ابني يا بيك ابني مات ابني مات مات مات. مات يا شباب. Oh.
الحمد لله على السلامة يا حكيم. الحمد لله على السلامة يا عمي عادل. الحمد لله على السلامة يا حكيم. والله والله ما صدقنا على الله صار عنا حكيم الحارة. الله يسلمكم، الله يسلمكم. دكانة الوالي ليش مسكرة؟ الوالد فيه شيء؟ شبكون؟ احكوا شو القصة، الوالد فيه شيء؟ شو يا حكيم؟ هيك علمتك الغربة؟ وناكر للجميل؟ لك مو أنا فضلت عليك وبعدتك وسفرتك مشان تجيب شهادة قد الحيط؟ يا عيب شو بس، يا عيب شو؟ فضلك على عيني وراسي يا عمي. يا عم الدبب إن شاء الله، منين جاب لي إياها يا عمي؟ شو هي عمي أبو عزمي؟ أنا اسمي أبو عزمي بيك. هم لي ياهي من راسك عمي. لعمة صارت العالم ما عم تستحي لك نورين. عمتي؟ 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 عمي لك تقورني يا ميت. اهلا وسهلا الحمد كيفك لله. كيفك يا عمتي؟ كيفك؟ الحمد لله على رجعتك بالسلامة. الله يسلمك. عمتي؟ ايه؟ شو هذا اللي عم بسمعه؟ أول شيء أبي وينه؟ لا لقيته بالحارة ولا بالمحل. شوفي عمتي. آخ يا حرقت قلبي عليه. اسكت خليها لله. أبو عزمي الله لا يسامحه ولا يوجه له الخير. زلوا وهانوا وقلل من احترامه قدام الناس بسبب المصاري اللي تدينهم منه مشان يسفرك إلك. شكيته إلى الله، الله يستفل في إلهي. هيك هاي الخضرة تبعك بس يا عيب الشوم عليك. لك يا عيب الشوم عليك يا أبو عادل. هاي البسطة وأنا شاري لك ياها وأنا مفضل عليك فيها. لك عم تأخذ مني حق الخضرة. لك أنت ما بتستحي. لك يا أبو عزمي لا تواخذني، والله فضلك على راسي، بس هي الوسطة مصدر رزقي الوحيد. يعني إذا أعطيتك لك ببلاش ولا غيرك ببلاش، منين أنا بدي آكل بآخر الزين؟ ماو يا للحارة، هي البسطة أنا شاري له إياها من على إشبيني ومفضل عليه من ساسه أنا راسه. لك يخرب بيته عم ياخذ مني حق الخضرة. لك مو يعيب الشوم؟ لك بدك تضل تهدني على الطالعة وتنازلي. لك إذا ما دارك بدك تهدني لأنت اللي قلت لي إياها. لك بخوشت لي بدني يخرب بيتك من أبدك. فعلاً اتخي شراً من أحسنت إليه. لك يخرب بيت سنتك، مو أنت جيت بوست إيدي هي شان اشتري لك هي البسطة؟ لك يخرب بيتك شو قليل ذوق؟ لك مو أنا اللي بموش لحياتي. لك مو أنا اللي بنسل. لك أنا وبنزل غير لعوه ولا أصحاك أبو عادل. والله ويلي اسمه الله لا دفعك حقها هي، لا دفعك حقها أبو عادل. وأنا اسمي أبو عزمي بيك. بعد وهيك يا ابن أخي بعد بيوم اجوا الدرك أخذوا لأبوك يعلي يعلي، وهداك يوم وهذا يوم. من يوميتها لا عاد عرفنا عنه شيء ولا عاد سمعنا عنه خبر. الله يسلمهم يا ابو نادر. اهلين وسهلين. الله معك عمي، الله يجعله نعيما. ايوه تعب نادر، تعال لك تعب. نعم. تعال احكي معك زوزين كلام. نعم عمي نعم. تعرفوا لهذا الشاب؟ ايه شو بو؟ ما شاء الله عليه من خيرة شباب الحارة، وبكره هذا رايح على اخذ عسكر عمي. يا سيدي انت كديش نظامي ما في كلام. نعم. هذا الشاب ابنه لابو صالح، كان مغرق ابوه بالديون. اجا ابوه لعندي وباس ايدي هي مشان وفي ديون ابنه. بكون فضلت عليه لما ما بكون فضلت عليه؟ لك يا ابو عزمي، يا ابو عزمي انا هي القصة. ابو عزمي بيك ولك؟ حاضر ابو عزمي بيك. هي القصة بسمعها من زمان، من وقت كان هذا الشاب صغير لسه بتفتق فيها وبتعيد، تفتق فيها وبتعيد. صحيح انت كديش ولا؟ قديمة لما جديدة، وفين عنه الدين لما لا؟ مبلا يفوت النبر لمحلك. العمى بقلبك العمى،
لك مشتهي مرة تعمل خير وما تحكي فيه. قال بحب يعمل خير، قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا زعيم والله ما عم صدق، والله ما أني مصدق. يعني كيف أنت قاعد هيك وما عم تعمل شيء وتارك أبي متكوك بالحبس؟ روح يا أبني روح، أبوك تهجم عليه قدام الخلايا كلها وصار موقفنا ضعيف بالكراكون، والأنكى من هيك إنه هذا الواطي أبو عزمي دافع مصاري لرئيس المخفر، ونحن ما قدرنا نعمل شيء يا أخي، ما قدرنا نعمل شيء ولا نقدر نعطيه المصاري اللي عطاياه. يا زعيم شو ما قدرنا نعمل شيء؟ شلون ما بنقدر نعمل شيء؟ بنقدر بس نترك أبي ملحوش بالحبس؟ يا ابني أنا برأيي ما لك غير تسترضي له أبو عزمي. ما فشر وستين فشر، أنا الحكيم بدي روح استرضي هالمتعجرف والمغرور هاد. لك يا ابني أبوك يا منزل ويا منهان كرمالك كرمال سفرك حتى تتعلم. هي الحارة من بابا لمحرابة، لك أنا مفضل عليهم بالصرماية، كل واحد قاعد بدكانته بمحله، أنا مفضل عليه إن قال إيه وإن قال بو. أكيد. هاي مثلاً أبو نادر، تعرف ليش مرته كانت حردانة؟ أنا رح أقول لك. هذا الشنطة الذهبات على أساس يفتح فيهم مشروع حلاقة، أما نجح المشروع، إجا لعندي عم يتبكبك، مشان شو؟ مشان نحل له مشكلته. وأكيد ساعدته معلم. طبعاً ساعدته، عطيناه مصاري وقلنا له روح اشتري ذهبات غير الذهبات اللي بعت لها اياهم لمرتك، وهيك منكون فضلنا عليه. كتر خيرك عمي أبو عزمي، كتر خيرك. وهي أبو هيثم على سنه رمح ما يبلى إن شاء الله كمان ساعدنا ومن تمساكين. تعرف شو صار معه؟ تجار نصبوا عليه عطوه بضاعة مضروبة، قام اجى ليرجع البضاعة ما رجعوا له اياها، قلنا له تعال خذ مصاري واشتري بضاعة من اول وجديد ووزعها للزباين، بضاعة نظيفة يعني. فضلنا عليه لما ما بنكون فضلنا عليه. لك طول عمرك مفضل على العالم معلم انت. مزبوط مزبوط. ايه مزبوط مزبوط. ها وهي الحكيم، إن شاء الله ما يبلى الحكيم، أحسن حكيم حارات الشام كلها. هذا إجا أبوه زمانه لعندي عم يترجاني مشان يدرسه، ما معه يدرسه، أنا فضلت عليه وبعدته يدرسه. شو كان معروف أبوه بالنسبة إلي؟ لك هجم علي بالمقص ليقتلني. في هيك عالم؟ يا أفندي بترجاك، يا أفندي بترجاك طالع والدي من الحبس. والله والدي رجالي ما أنه لقوا حبوس، وأنا بعتذر منك قدام الناس كلها. لقوا إذا بتحب كمان خليه هو يعتذر منك قدام الناس كلها، بس الله يخلي لي إياك. اللي وينه؟ شو أخباره؟ كيفه؟ إيه ما في مشكلة، يلي بقلك عليه بدك تساوي هذا شرطي. موافق؟ موافق. لك شو اللي عم يصير؟ ما عم تركب يا عالي فاتن؟ مشان الله فاهميني، فاهميني شو اللي عم يصير؟ لك يا أخي طول بالك، الله يخلي لي إياك. نحن ما صدقنا إمتى صحتك ترجع لك. أخي حبيبي أنا ما بيهمني مين أتجوز، أنا كل اللي بيهمني إني أتجوز رجال يسترني ويصونني. يسترك ويصونك؟ ما لقيتي غير أبو عزمي يسرك ويصونك؟ لك هذا ما بيطلع بإيده يستر نملة، بعدين هذا لك كل أعماله بهورة ما بيخاف من الله. فكري منيح يا فاتن، فكري منيح يا فاتن. علي خلصنا بقى، خلصنا. هي أنت طلعت من السجن ومشي الحال. أنت بدي أسألك سؤال، شو الثمن اللي دفعته لحتى طالعتني من السجن؟ طلب يتجوز عمتك مو هيك؟ اللي شو الشروط اللي حط لك اياها؟ يا ابي يا ابي انا عملت كل هذا الشيء مشان طالعك من الحبس. لك شو الشروط اللي حط لك اياها كمان بدك تقلي؟ بصراحه
بصراحة يا أخي هو أبو عزمي طلب إنه يتجوزني بالسر، وإنه بده يتجوزني بدون ما يدفع لي لا متقدم ولا متأخر. أخ راسي أخ. يا أبي لا تقلي ما أناك موافق، ما في غير هالحلها، وهلا مشي الحال، كتبنا الكتاب وتمت الجوازة. يا ريتني لا بعدتك تدرس ولا تحملت هالمنية، لأنه هي المنية الدين الثقيل الثقيل على قلبي ما بقدر أتحملها. شو يا حكيم؟ إن شاء الله ما يبلغ. شو فاتح عيادة وعازم عليها أهل الحارة كلهم، وأنا يلي مفضل عليك من ساسك لراسك ما بتعزمني؟ لك يا عيب الشوم عليك، بس لك لو مال الله ولو مالي كنت سافرت جبت شهادة قد الحيط، والله ما كنت جبتها. بس يا حيف شو بدي أحكي لك يا حيف؟ طول بالك عزت بيك، ولو كيف بدي انساك يعني؟ انت اول المعزومين، بعدين يا ريت تتفضل وتمر لعندي على العياده مشان ضيفك الحلوان. اي نعيما، الله يعطيك الحجه والناس راجعه. بانتظارك نحن، بانتظارك عزمي افندي. الله معك. اسمع يا ابو عزمي، ترك هالعالم بحاله، يعني اذا رب العالمين طعمك مصاري بتقعد تتمقطع فيهم يعني؟ اسمعوا يا اهل الحارة، اسمعوا الزعيم شو عم يحكي، وعم يهددني إلي عم يهددني. لك أنا لو مال الله ولو مالي ولو مال هالذهبات اللي أعطيتهم ياهم للباشا بتصير أنت زعيم؟ كنت تميت بالبايكة عند أخوك للي عم تخدم عليه. خلينا ساكتين ها زعيم، لا تطول وتقصار. تعال نوري. لا حول ولا قوة. شو الناس هاي؟ مري يا سيدي، في شاب أخذ العسكر أبضاي وزقرته بيعجبك كتير، اسمه فاضي، بدي إياك ترقيه وتحطه رئيس بالكراكون، بيطلع بيدك هالشي؟ بيطلع بإيدي؟ اللي طلب، اللي طلب مثل العالم والناس، شو الطلب هذا؟ هذا اعتبره محلول، مري بغير طلب. في شغلة تانية. بدي اياك توصل له لفاضي كلمتين على لساني، بس قبل ما يصير رئيس بالكراكون. نحكي له شو؟ بدي اياك تقول له انه اهل حارتك بيقولوا لك الاهانات زادت والمنيات ما عم توقف، وهن قاصدينك وبتمنى انك ما تخيبه. بسيطة، اعتبر انه هذا الحكي وصل لفاضل. كتر خيرك يا سيدنا، كتر خيرك. وخيرك يا زعيم. ايه خلصنا، خلصنا يا عزمي افندي، خلصنا. انتفخ قلبنا. لسه اعطيتكم وصرفت عليكم المصاري اللي لك علينا واللي صرفتها، رح رجع لك اياها وهي قدام الخلق كلها على دوزبارة ومنيتك على حالك. انت وابوك خاص نص، ما بدي اسمع صوتكم. لا اله الا الله. ايه سيدي، ما بدي اسمع صوت حدا بيناتكم. انتوا لازم تحطوا راسكم بالتراب، بتعرف ليش؟ ليه؟ انا رح اقول لك ليش. انا تجوزت عمتك بالسر مشان المصاري بس. بتعرف شو يعني مشان المصاري؟ يعني اخذتوا مني مصاري اللي تجوزتها، وانا ايمتى ما بدي اياها بتيجي لعندي، وايمتى ما بدي اياها بحملها وبكبها بزباله. يا عزمي حاج تطول وتقصر على العباد. اسمع، انا معي معروض من كل اهل الحاره والكل موقعين عليه، واللي بتضمنه هذا المعروض ازعاج واطلاق راحه. فلازم تعرف
انه صوفتك حمرة كتير عنا، وكل معارفك ومصاريك ما رح يفيدوك، لانه انا رئيس الكراكون. فانت اذا فتت لعندي على الحبس ما في غير انا ورب العالمين بيعرف ايمت رح تطلع. يا ابو عزمي، اللي بده يعمل خير لازم يعمله بالسر، مو يمنن العالم على الطالعه والنازله ويقول لهم انا عملت وانا سويت، لانه ثوابك كلياته بده يروح. هيك رب العالمين وصانا. هلا انا عندي استعداد اتنازل عن هذا المعروض، بس بشرط واحد، انك تسقط حقك عن كل المصاري اللي دافعها لاهل هي الحارة، وما تعود تمننهم بحياتك. فشو رايك؟ سيدي من بعد امرك. كمان في طلب، يا يطلق عمتي يلي تزوجها بالسر، يا اما يعلن زواجه منا هون قدام الرجال كله. لا سيدي، بدي اعطيك اياها بالاخير. عمتك طالي طالي طالي.